مساء الخير، مساء الفرح ومساء السعادة على كل مشاهدينا. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم ربنا موجود. كل سنة وحضراتكم طيبين. امبارح كنيستنا احتفلت بفصح يونان بعد 3 أيام من صوم أهل نينوى. احتفلنا بالأمس بفصح يونان، وطبعا قصة يونان الحقيقة من أجمل القصص اللي موجودة في الكتاب المقدس. قصة بتبين لنا قد إيه جمال التوبة. ويمكن الكنيسة وضعت صوم أهل نينوى قبل الصوم المقدس ب15 يوم، وده لأني عارفين كده أول ما بيجي صوم يونان نقول إيه روايح الصوم المقدس ابتدت تبان وشمين ريحتها، ريحة التوبة الجميلة. في النهاردة هنتناول مش بس قصة يونان، لكن الحقيقة هنطلع منها بدروس حياتية جميلة. عارفين كده فكرة الإنسان اللي يتوب بالتأكيد هو أكيد عمل حاجة غلط علشان يتوب. فتعالوا النهاردة نشوف عاقبة اللي يمشي عكس التيار. بالتأكيد اللي يعوم مع التيار هيكون أسهل كتير جدا من اللي بيعوم عكس الاتجاه، لأن عكس الاتجاه بيقابله أمواج، بيقابله عواصف، هو نفسه بيعمل مجهود كبير جدا عشان يقدر يعوم. فمن خلال سفر يونان النهاردة هنتشوف إزاي يونان نفسه مشي عكس الاتجاه، عكس إرادة ربنا. ربنا قال له روح أهل نينوى، هو على طول ركب السفينة وجري وراح هرب من ربنا في اتجاه تاني خالص. هنشوف إنه تيا نفسهم هم في الأساس في عبادتهم كانوا ماشيين عكس الاتجاه. فهنشوف أهل نينوى هم كمان كانوا عكس الاتجاه، لكن ربنا نفسه اتعامل مع كل واحد بطريقة مختلفة. فضل ربنا دايما بيدور على أولاده، بيدي كل واحد على حسب الأسلوب اللي يقدر يفهمه ويستوعبه، وفي الآخر علشان كلنا نمشي مع الاتجاه، مع اتجاه التيار طبعا، وفي نفس الوقت نرجع لربنا. في حلقتنا النهاردة هنتعلم ونشوف إزاي إحنا نفسنا بنمشي عكس الاتجاه. كتير نقابل في حياتنا مجموعة من التجارب، مجموعة من العواصف، من الرياح، من الصعوبات كتيرة، وفي الآخر نقول ليه يا رب بتسمح بكده، وفي الآخر نكتشف إن إحنا اللي ماشيين عكس اتجاه التيار. تعالوا النهاردة نتعلم ونشوف إزاي نمشي في الطريق السليم، وإزاي حتى لو إحنا ماشيين عكس الاتجاه إزاي نعدل اتجاهنا. لو أي حد عنده تجربة معينة مر بيها يحب يشاركنا بيها، وكان فعلا هو ماشي عكس الاتجاه وفجأة فهم هو غلطه إيه وتاب عنها وحس إن ربنا بطريقة ما ربنا عدل الاتجاه، يقدر يشاركنا من خلال تليفونات البرنامج. تقدروا تتصلوا بيها وتشاركونا بتجاربكم، وكمان تقدروا تبعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك. خلينا نطلع لفاصل، وقبل الفاصل خلينا نرحب بضيفنا اللي بيشرفنا وسعداء جدا ان يكون معانا في ربنا موجود، القس دانيال ماهر كاهن كنيسة القديسين الانبا انطونيوس والانبا بولا ببني سويف. متشرفين ومتباركين جدا بوجوده معانا، وكمان بنرحب باستاذ سعد فايز من خدام الترجمه بلغه الاشاره. نطلع لفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل نبتدي معاكم حلقه. اتفضل. برحب بحضراتكم مرة تانية في حلقة من أهم الحلقات اللي ممكن نعملها في ربنا موجود الحقيقة، لأن موضوع حياتي، موضوع إحنا كلنا بنمر بيه، فكرة السير عكس الاتجاه وعواقب ده إيه وإزاي نتجنبه. كل ده وأكتر هنعرفه من ضيفنا اللي بيشرفنا، متباركين جدا وسعداء بوجوده معنا. القس عفوان يا بونا القس دانيال ماهر كان كنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بني سويف. أهلا بأسك يا بونا، منورنا وسعداء جدا بوجودك معنا. كل سنة وأسك طيب. حضرتك طيبة ميرسي. في البداية خلينا نتكلم، قبل ما نتكلم ونعرف ونتأمل في يونان والنوتية وأهل نينوى وإزاي كل واحد كان ماشي عكس الاتجاه بطريقته هو، لكن خلينا في البداية نعرف يعني إيه كلمة سير عكس الاتجاه من خلال قصة يونان. نلاقي في قصة يونان إن إلهنا الصالح، خططه كلها صالحة وتدابيره كلها صالحة، ولكن كل الأشخاص اللي كانوا في سفر يونان كلهم كانوا ماشيين عكس الاتجاه. تمام. كلهم يونان كان ماشي عكس الاتجاه، النوتية كانوا ماشيين عكس الاتجاه، أهل نينوى كانوا ماشيين عكس الاتجاه، كل واحد كان ماشي عكس الاتجاه. كل البشر اللي كانوا مطيعين في سفر يونان وكانوا ماشيين في اتجاه ربنا هم الريح
والحوت والبحر واليقطينة والدودة والريح الحارة والشمس، إنما كل الكائنات العاقلة كل البشر كانوا ماشيين عكس الاتجاه. عشان كده هو من أحلى الأسفار اللي بتدينا فكرة عن إزاي ربنا بيتعامل معنا لما نكون ماشيين عكس طريقه أو عكس خطته. طيب خلينا نبتدي ببطل الصفر يوناني النبي. يوناني النبي إزاي كان عايش أو ماشي عكس اتجاه إرادة الله؟ يونان كان عكس اتجاه الله في الخطة. كل واحد فينا رسم خطة لحياته كلنا، وكل واحد شايف أن خطته أحسن خطة يعني. يونان كان عايز يكون نبي، ولكن عايز يكون نبي لشعب الله مش لشعب وثني، شعب أممي. هو الوحيد في أنبياء العهد القديم اللي وجه نبوته لشعب أممي، ودي حاجة مش سهلة على اليهود أن يقبلها، لأن اليهودي كان يعني يستنكف من الأمم جدا. كان عايز يكون يعني ذو رسالة لشعبه، أنه يحل لشعب أممي، دي بالنسبة له كانت كارثة يعني. كان عارف أنه ربنا رحيم وأنه هيرجع يرحمهم، كان عارف أنه يعني في الآخر هو هيقول كلامه مش هيتنفس، فكلمته هتنزل الأرض. فيونان كان عكس الخطة، كان عايز من نفسه خطة مختلفة. عشان كده يعني شوط كبير ما بين يونان والسيدة العذراء. يعني يونان تشبث بالخطة بتاعته. ست العذراء كانت عاملة خطة برضه لحياتها. لما ظهر الملاك غبال وبشرها الخطة دي، قالت له إيه؟ قطعتها كده في كلمة، قالت له ليكن ليك قولك. دي العبارة الجوهرية اللي يونان ما عرفش يقولها، واللي إحنا ما بنعرفش نقولها. أنا بكون عامل خطة ما بقدرش أتنازل عنها حتى قدام ربنا. فيونان ما عرفش يقول زي ست العذراء ليكن ليك قولك. تشبث بخطته، هو ده اللي عمل كل المشاكل بتاعت السفر كلها، لأنه لو كان قال ربنا حاضر من الأول ما كانش حصل كل ده. صحيح، زي آدم لو قال لي ربنا حاضر هي المشكلة ما كانش عمل المشاكل دي كلها. وفعلا كلمة حتى دلوقتي كلمة حاضر راحت، واحد معها البركة. صحيح. طيب ازاي لما نتأمل كده وأي حد بيدرس سفر يونان يطلع منه بفكرة مسيرها تنتهي، مهما تكون في ضيقة، مهما يكون في مشكلة، مهما يكون أي حاجة إحنا أحيانا نقول دي ملهاش حل، دي مش ممكن هتتحل، دي مستحيل أصلا يكون لها حل. لكن من خلال قصة يونان النبي ونشوف التجارب والضيقة اللي مر بيها يونان النبي، ازاي نتعلم درس إن مهما ضاقت علينا مسيرها تنتهي؟ لابد ان الضيقه تنتهي، مفيش ضيقه بتستمر طول العمر. صح. زي بالظبط واحنا بنعمل اكلنا، النار اللي تسوي اللحمه غير النار اللي تسوي الرز. صحيح. بس لازم في الاخر الاكل هيسيء ونطفي. فكل قلب على مدى حساسيته وعلى مدى نقاوته، هو اللي يعني قلبنا كده هو اللي بيحدد وقت الضيقه. في ناس قلبهم يعني حنين قوي زي اهل نينوى كده، انذروا من بعيد يتوبوا، زي الرز كده عايز نار خفيفه خالص. في ناس قلبهم ناشف شويه زي النوتيه كده، لازم هزه والسفينه كادت تنكسر وتعرضوا للخطر وحصل خسارات. في ناس ثانيه قلبهم صعب قوي زي يونان، لازم حوت، انما هي لابد تنتهي. شعب بني اسرائيل كان غليظ الرقبه ده كده، لما نقول ربنا يقول له رب يعني احنا يعني مش عايزين ندخل في مشاكل معاك، انا قال خلي قلبي زي الرز، خلي قلبي ياخد نار قليله. طب بيعلمنا الآباء الحقيقة إن الضيقة تعتبر من أهم الوقت اللي يمر بيه الإنسان ويتعلم منه صح، فإزاي نفهم دي أو إزاي نستوعب ده؟ قالوا الآباء إن الضيقات مدرسة الصلاة. وإحنا امبارح بنحتفل بفصح يونان، احتفلنا بعيد الأنبابولة. صحيح. الأنبابولة قال من يهرب من الضيقة يهرب من الله. يونان والأنبابولة الاتنين عدوا باختبار الضيقة الشديدة. يونان ضيقته في بطن الحوت الواضحة للجميع، والأنبابولة اللي قعد 90 سنة لم يرى وجه إنسان في بعض المخطوطات بتقول 90، خرج بقول واحد هو إنه من يهرب من الضيقة يهرب من الله، فهو إنسان اختبر الضيقة في أشد صورها. فالضيقات مدرسة الصلاة. في الضيقة بنشوف ربنا بأكثر وضوح، في الضيقة بتكون صلواتنا أكثر عمقا. أبونا بشير كامل قال قول جميل جدا، قال إيه؟ قال الصلاة هي الطريق الوحيد لفهم إرادة الله. الطريق الوحيد لفهم إرادة الله. إذا كنا احنا عايزين نمشي في اتجاه ربنا وما نكونش ماشيين عكس الاتجاه، اللي هيفهمنا الاتجاه الصح إيه؟ الصلاة. قوله للأسف النهاردة يعني لما بنتكلم عن الصلاة ساعات كتير ناس تقول احنا عايزين حلول عملية، وكأن الصلاة بقت مش حل عملي، بينما الواقع بيقول والأنبابولة بيقول ويونان النبي بيقول إن الصلاة هو الحل الأكثر عملية. صحيح. الصلاة هي الطريق الوحيد لفهم إرادة الله. من يهرب من الضيقة يهرب من الله. نقل الجبل المقطم
يعني ده متهيألي أكبر دليل على إن الصلاة هي الطريق الوحيد لأي مشكلة لأي طلب. طيب يمكن خليني أخذ من كلام قدسك يهرب من الضيقة فهو بيهرب من الله. طب إحنا أحيان كتير بالعكس إحنا بنتزمر وقت الضيقة، تجي لنا الضيقة ليه يا رب أنا؟ إشمعنى أنا؟ ما الناس كلها عندها وتمام وصعدة وإلا أنا؟ ما عنديش غير ولد واحد خدته مني، ما عنديش إزاي نتعلم إن إحنا ما نهربش من الضيقة، وإن الضيقة دي تبقى بمثابة كده جرس إنذار أو تكون مفيدة لحياتنا الروحية؟ إحنا قلنا الصلاة هي الطريق الوحيد لفهم إرادة الله، لما نفهم إرادة ربنا مش هنمشي عكس الاتجاه. طيب لما تيجي علينا تجربة لابد ان احنا لما نصلي بقى ونفهم ارادة الله هنفهم انه المجرب هو الشيطان مش ربنا صحيح. بس بيسمح بالتجربة زي ما بيقول في سيرة يعقوب الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب احدا صحيح. يبقى التجربة جاية من الشيطان، بنقول فأبنا الذي لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، يبقى الشيطان اللي بيجربنا. فصلواتنا في الضيقة لما نفهم إرادة الله تكون مختلفة الاتجاه، بمعنى إن بدل ما اشتكي أقول له ليه يا رب بيحصل فيها كده، أقول له يا رب الحقني، الشيطان بيجربني أنت تسندني، الشيطان بيجربني أنت تقويني. يبقى حجم الأسف اتجاه الصلاة تغير والطلب نفسه تغير، بدل ما كنت بتزمر بقيت تطلب معونة. طيب هو الضيقة سميت ضيقة ليه؟ بابا شنودة بيقول الضيقة سميت ضيقة لأن القلب قد ضاق أن يتسع لها، يعني أنا قلبي ضيق كده، الضيقة جت مش عايز فتعدي فضاق القلب أن يتسع لها. في تأمل جميل بيقول إيه؟ تنتهي الضيقة حينما تنضج الصلاة. تنتهي الضيقة حينما تنضج الصلاة. يعني إحنا ساعات كتير بنصلي لما نصلي يعني بنصلي صلوات غير ناضجة، بمعنى ان انا بدل ما واجه التجربه دي ربنا سمح بيها الخيري، وربنا ده بيحبني جدا، فلابد ان انا بدل ما اعافر معاه استسلم لقدرته. زي بالظبط لما بكتف ابني الصغير عشان اديله حقنه بيخبط ويعافر معايا لغايه ما يثق ان انا بحبه وان الحقنه دي لمصلحته. فاحنا ساعات كتير صلواتنا بتبقى صلوات غير ناضجه، وده بيخلي فتره الضيقه تطول ويخلي ان احنا نضيق من الضيقه ونضيق بيها. قال كده البابا شنودة ضاق القلب أن يتسع لها. لما نبتدي نصلي صلوات ناضجة نقول له رب، نقول له بناخد من كلام الكتاب المقدس صلوات القديسين، نقول له لتكن مشيئتك، نقول له ليكن لي قولك زي ست العذراء، نقول له يا سيد هوذا الذي تحب مريض، ما قالولوش اشفيه، يعني قالوا له هو كده نطرح قدامه المشكلة وهو يصلي بالظبط. لما نصلي صلوات ناضجة، لما نصلي مثلا للمسيئين لينا، المسيئين لينا دول اللي بيتعبونا اللي بيضايقونا اللي بيخلونا طول الليل باصين في السقف ومش عارفين ننام، لو فكرنا شويه هنلاقي ان دول اكتر ناس مكسوره واكثر ناس اكتر ناس متدشدشه 100 حته، دول اللي يستحقوا عطفنا عليهم وصلاتنا ليهم مش عليهم. احنا ما بنصليش على حد، ما نديش على حد طبعا، لما احنا المفروض ان احنا ده نوع من النضج في الصلاه. طب لما نصلي صلوات ناضجه يحصل ايه؟ يحصل حاجه من اتنين، يا اما الضيقه تنتهي زي الحوت قذف يونان، الثلاث فيتا طلعوا، دانيال طلع من جب الاسود، الضيقه بتنتهي، ده حل. يعني الضيق اهو دي اهي، مش القلب مش، يا اما الضيقه تتشال يا اما القلب يتسع. القلب هو اللي ضايق، القلب يتسع فيبلع الضيقه، يبلع الناس المتعبين، وده شفناه وبنشوفه لسه لغايه دلوقتي في ناس كتير، ناس بسيطه ولكن في درجه عاليه من القداسه والروحانيه، انه يبقى في وضع متعب وتلاقي ان هو متقبل. يعني مثلا نقول مثلا زوجك المتعب ده في واحده تانية متجوزه واحده اصعب منه بس عايشه مبسوطه، ليه؟ هي قلبها واسع. طب ده بيحصل ازاي؟ بالصلاه، الصلوات الناضجه تنتهي الضيقه حينما تنضج الصلاه. احيانا بنلاقي حد رايح يعزي حد تلاقيه هو اللي طالع متعزي. يعني الانسان اللي هو عنده الضيقه وعنده التجربه تلاقيه هو اللي متعزي جدا، والانسان اللي داخل يعزيه هو اللي تعبان اكتر منه. تمام. طيب ازاي التجربه بتغير من شخصياتنا وازاي بتثقل خبراتنا؟ ابونا بشير كامل قال برضو، قال ان الضيقات عمليات تجميل يجريها الرب يسوع في نفوسنا لتصير لائقه بشخصه المبارك. فشوف فعل عمليات التجميل بتعمل ازاي؟ الضيقه بتجملنا. مفيش تغيير من غير الم. وده من يقوله كده النضج مؤلم. والبحر الهادئ لا يصنع بحرا مهارا. واللي ما تعبش في حياته يعني بيطلع ما عندوش عمق. صحيح. ما عندوش عمق. الضيقات لما بنضغط كده في حاجات فينا بتتكسر لانها كانت زياده لازم تتكسر.
في حاجات فينا بتتقصقص زي النبات عندنا كده، وفي ورقه دبلانه لازم نصها عشان ما تعديش باقي النبات. في حاجات فينا بتزيد وبتنمو في الضيقه. احنا في شهر قمشير دلوقتي اقوى شجر اللي بيتزرع في قمشير، لانه بيطلع كده متعود على طقس عالي شديد القسوه يعني. فالضيقه بتجمل نفوسنا اذا احنا يعني فهمنا اراده ربنا ومشينا في نفس الاتجاه. دايما نقول اللي في الضيقه ايه؟ نقول له خد بالك الضيقه هتخلص، لازم هتخلص، بس بعد ما تخلص انت هتبقى خدت ايه؟ هتفتكر ان ده كان وقت متعب وقعدت تتذمر لغايه ما خلص الوقت وطلعت منه بخطايا، ولا قبلت وصليت؟ على فكره صلاتنا في الضيقه دي هي اللي هتتبقى لنا. في تامل بيقول ايه؟ يقول صلاتنا في الضيقه اعظم ما يبقى لنا. يعني ايه؟ يعني وانا على فراش الموت هفتكر صلوتين ثلاثه كده دول اللي صليتهم في اسود ايام حياتي، هما دول اللي هيتبقوا لنا. صلاتنا في الضيقه اعظم ما يبقى لنا. تمام. داود النبي عاش حياته كلها تعبان، من ساعه ما صمويل مسحه ملك لغايه ما جلس على العرش دي كانت فتره سيئه جدا ومتعبه جدا، لان تفاصيلها طويله مش هندخل في تفاصيل، بس يعني كانت فتره قاسيه جدا، اتبهدل فيها بهدله جامده جدا. وجي عدو تحت ايده مرتين، وكان ممكن يقتله، يقتل شاول الملك وتنتهي القصه، بس هو قال لا، مش كفايه ان صوت ربنا ان انا ابقى ملك ومسحني ملك، انا عايز اقعد على العرش بايد ربنا. هو ده السير في نفس الاتجاه. لغايه ما جه يوم صعب جدا، داود النبي كان بره البلد هو وال 600 رجل اللي معاه لما كانوا في صقلغ، وبعدين رجعوا لقيوا قبيله من العمالقه غزت المدينه، خطفوا كل الستات، خطفوا كل الاولاد، نهبوا كل البيوت، حرقوا المدينه بالنار. اليوم ده داود خسر كل حاجه، خسر زوجته، ابنائه، خسر كل ماله، خسر بيته، خسر رجالته ولائهم، لان الرجاله كل واحد ليه مات واختطفت وعيله واتنهب وكل حاجه راحت. قالوا نقتله. في اليوم الاسود ده يقول كده الكتاب: اما داود فتشدد بالرب الهه. انا مش عارف هو عمل كده ازاي، بس لما صلى بعديها بساعات دخل شاول الحرب ومات، بقيت تاني غير ايد داود، وبقي داود الملك وجلس على العرش وكل حياته اتصلحت. هي الفكره ان احنا نعرف نصلي زي داود، نتشدد بالرب الاله. صلاتنا في الضيقه اعظم ما يبقى لنا، تنتهي الضيقه حينما تنضج الصلاه. طب انا عايزه اخد من كلام قدسك بتقول الضيقه تجملنا. طب الانسان اللي الضيقه بتكسره والضيقه بتخليه يحس بالياس والضيقه بتخليه احيانا ينهي حياته، فالانسان ده وشفنا طبعا نماذج زي مثلا يهوذا، شفنا نفس التجربه بطرس وصلته التجربه ازاي، ويهوذا يعني وصل بالحل الياس وان هو ايه انتحر. فالانسان اللي هي الضيقه ما بتجملهوش لكن بالعكس بتهده، ده الانسان ده بيكون ايه او ايه اللي بيخليه يوصل لكده؟ بتعبير الكتاب ان اللي بيدخل النار يتزكى لو كان ذهب بس. بيحترق اذا كان خشبا عشبا قشا. صحيح. فانا لما بدخل الضيقه اللي بيتحرق فيا الخشب والعشب والقش، الحاجات الوحشه اللي بتكسر فيها في الضيقه هي الزوايد اللي كان لازم تتكسر. تمام. احنا بنربي ولادنا، واحنا بنربي ولادنا بنلاقي ان احنا في حته لازم تتكسر، اكسرها انا بحنيه احسن ما يكسرها العالم بقسوه وبقوه ويأذي ابني. فاحنا لما بندخل الضيقه لو بصينا لفوق وشفنا فكره ربنا فين واتجاهه فين، تبقى الضيقه لتجميل نفوسنا. اللي بتحرق فينا الحاجات اللي لازم تتحرق، اللي بتكسر فينا الحاجات اللي لازم تتكسر، اللي لو فضيت موجوده فضلت موجوده هي دي اللي هتضيعنا. يا لازم غروري يتكسر، صحيح، لازم كرامتي تتكسر شويه، اللي انا يعني معتز بيها قوي لدرجه ان انا ممكن اكسر الوصايه عشان كرامتي. صحيح. يبقى دي من رحمه ربنا هتتكسر، عشان انا لو قعدت بغروري وكبريائي دوت هدخل بيه النار على طول. صرخت من جوف الهوى. يعني صلاة يونين لما الواحد بيقف قدامها بيحس ان هو واقف قدام يعني منبهر. اولا هو جوه، هو ممكن يكون مش عارف هو فين يعني، وهو بيقول نفسه انا صرخت من جوف الهويه. فده يعلمنا ان احنا في وقت الضيقه نصلي اينما كنا. ازاي نتعلم من يونان في وقت الضيقه احنا هنصلي بالرغم من، بالرغم بقى من الضيقه، بالرغم المكان، بالرغم من اي حاجه تانية، نتعلم ازاي منه الجزئيه دي؟ في قول جميل لكاهن صعيدي وبحب اقوله كتير، كان ابونا ده بيقول باكي والنوم زي القميص والبنطلون. يسالوه يعني ايه، يقول له ينفع تنزل من غير قميص؟ الناس تضحك عليك. اللي ينزل من غير ما يصلي باكي الملائكه تضحك عليه. هو كان بيقول كده، اللي ينام من غير ما يصلي النوم الملائكه تضحك عليه، باكي والنوم زي القميص والبنطلون. اعتيادنا وتعودنا على باكي والنوم ان احنا نصلي
نصلي الصبح وبالليل، نصلي صلوتين، نصلي مرتين لو ربنا ان شاء الله حتى نصليهم مع بعض، بس نصلي في باكر والنوم طول الوقت، طول كل يوم، كل يوم بيعمل من عندنا حاله من اعتياد الصلاه. في حاجه اسمها حاله الصلاه، انا ممكن اقرا باكر والنوم دي حاجه، وان انا اصلي باكر والنوم دي حاجه تانية. لما اكون انا معتاد الصلاه كل يوم، ودي المعجزه الجميله اللي في الاجبيه وفي الانجيل وفي الخلاجي، ان انا ممكن اقرا نفس الكلام ولكن كل يوم له طعم جديد. عشان كده دايما بنقول تسبحوا الرب تسبيحا جديدا. يعني ايه؟ ما هو التسبيح هو، ما هي التسبيح هي هي، ما البسالمودية هي هي، ولكن طعمها جديدا كل يوم، بطعم كل يوم، بعمق. ودي عظمة كلمة ربنا الهوس الأول، كل يوم أصلي ولكن كل يوم بمشاعر مختلفة. اعتياد الصلاة في الأيام العادية بيخلي للصلاة مذاقة مختلفة جدا وقت الضيق، بيخليني لما أكون أنا شخص مصلي من الأساس، لما يجي أيام الضيقة أنا اللي هاجي أصلي، لأني اختبرت قيمة الصلاة وقوتها في كل الأحداث. هي مش بس قوة الصلاة لكن الثقة كمان في الصلاة يا ابونا. يعني يونان لما قال دعوت من ضيق الرب فاستجبت لي، هو عنده ثقة. ما كانش لسه استجاب، هو ما كانش لسه استجاب، لكن هو الفعل فعل ماضي، يعني هو كان واثق ان ربنا يستجيب لي. فازاي احنا برضو يكون عندنا الثقة دي؟ تكرار الخبرات. انا لما بصلي من اجل امور حياتية يومية وبشوف ايد ربنا فيها، لما بتيجي الحاجات الكبيرة ببقى متأكد انه مش هيغزلني. تمام، نروح بقى للنوتية. الحقيقة النوتية هم كانوا يعني ماشيين عكس الاتجاه في العبادة، في يعني يونان يمكن كان ماشي مظبوط لكن انحرف عكس الاتجاه، لكن النوتية أصلا هم ماشيين عكس الاتجاه. فنتعلم إيه من قصتهم، أو إزاي نعرف، أو إزاي لو إحنا ماشيين عكس الاتجاه يعني نمشي مظبوط؟ في فرق بين الطريق والطريقة. أوكي، الطريق في قصة النوتية هو ربنا، إحنا بنعبد مين؟ الطريقة هي طريقة عبادة هذا الإله، بنعبده إزاي. فهم النوتية كانوا برا الطريق، كانوا كل واحد بيعبد إله، قال لك صارخوا كل واحد إلى إلهه، يعني كل واحد بيعبد إله مختلف. إنما الطريقة بتاعتهم كانت أحلى مننا. يعني طريقة العبادة كانت أحلى مننا في كام تكاية كده، اللي هي مثلا يقول لك لما هاج البحر، طبعا دول النوتية دول ملاحين بحارة متربين في البحر، عارفين مواعيد النوات، عارفين مواعيد العواصف، عارفين العاصفة تبتدي ازاي وتنتهي ازاي. النوتية غير الصيادين طبعا، يعني مختلفين، الصيادين يعني شغلهم يعني. فلما قامت العاصفة علموا بخبرتهم ان دي مش عاصفة بحر عادية، صحيح، ده إله غاضب. إله غاضب، فخاف الملاحون، خاف الملاحون وصرخوا كل واحد إلى إلهه. وبعدين يقول وطرحوا الأمتعة، على فكرة الترتيب ده مش اللي احنا بنعمله. خاف الملاحون، فالعقل يقول ايه؟ لا احنا نتحرك، انت نزل الشرع، انت افرد القلوع، انت ايم الامتعه، ونصلي واحنا بنشتغل او نصلي بعد ما نخلص. انما خاف الملاحون صرخوا الى كل واحد الى له، وبعدين طرحوا الامتعه. فاول حاجه ان هم صلوا قبل ما يعملوا ما تقتضيه الحكمه البشريه. احنا مش بنعمل كده، احنا بنقع في دقيقه نفتح التليفون، ايوه فلان بيه الحقني كده، تمام؟ ندور على الحلول البشريه الاول. ما صلوا في الاول. واحنا ما بنعملش كده. صحيح. ممكن تلاقي ناس خدام جوه الكنيسة ما بيحطوش الصلاة في الأول. احنا دلوقتي بنقول يعني ما فيهاش ان انا كخادم مثلا اعمل نشاط روحي لولادي في الكنيسة من غير قداس، ما يبتدي بقداس، من غير ما تكون الصلاة هي عمود اليوم، احنا كنيسة، تمام؟ حاجة تانية في الطريقة الجميلة بتاعتهم انهم صرخوا، ما قالش صلوا. انا اسأل نفسي بقى، آخر مرة صليت بصراخ امتى؟ أنا صاحب الصلوات الباردة. آخر مرة صليت قداس بصراخ إمتى؟ آخر مرة بكيت في صلاتي إمتى؟ صحيح. آخر مرة بكيت في اعترافي إمتى؟ أنا خايف لو كنت أنا اعتدت البرودة. إنما الملاحين النوتية دول صرخوا. صرخوا، صلاتهم كانت على مستوى الصراخ. أنا راجع نفسي النهاردة كإنسان روحي، راجع نفسي كزوج، كأب، كزوجة، كأم، ككاهن، كخادم، إمتى صرخت آخر مرة؟ حتى رئيس النوتية لما جه صح يونان قال له قم اصرخ لإلهك. هو الناس دي ما بتعرفش تصلي صلاة باردة، هم صلاتهم كلها ايه؟ صراخ. صراخ، صحيح. بعدين بقى لما ندخل شوف بقى، بعد ما صلوا ويعملوا قرعة، وما قالوش قرعة، قالوا قرعا،
يعني أوكي. كذا قرعة عشان لو جات واحدة ما نظلمش يعني. وكل وقت ده هما ممكن يموتوا باللحظة والتانية صحيح. وبعد ما تجي القرعة على يونان يحققوا معايا أنا بتوقف عند يعني أعصابهم. البحر عمال يهيج ودول عمالين يصلوا ويرموا الأمتاع ويصحوا يونان وكمان لما وقعت القرعة بيتكلموا يقول احكي لنا إيه حكايتك. هل يعني ده اندل على شيء يدل على إيه أبو؟ يعني العمق اللي كان في قلبها هؤلاء النوتية كان رهيب جدا. ده بعد القرعة الكذا القرعة ما وقعت على يونان وخلاص قال لهم ارموني في البحر. يعني هو اللي قال يقول لك ايه صرخ وقال له رب لا تجعل لنا علينا دما زكيا انت رب قلت. يعني ده اللي بيصلوا كمان تاني في الاخر بس المره دي بيصلوا للرب. يبقى هو الطريق كانت غلط ان هم كان كل واحد بيعبد اله بس الطريقه كانت حلوه قوي حلو. فرح ربنا ايه انعم عليهم بمعرفته. وده كلام البابا شنودة قال ايه قال ايه قال اذ كانت تنقصهم معرفه الله انعم عليهم بمعرفته. ان هو كانت الطريقه جميله صحيح. فربنا حطهم في الطريق الصح. احنا عندنا عكس بقى. احنا في الطريق الصح احنا بنعبد ربنا بالفعل بس الطريقه غلط. في شويه حاجات احنا ممكن نكون بنعملها عكس الاتجاه. يعني مثلا كمثال يعني ان احنا بنتكاسل عن القانون الروحي ونستعيد عنه بالسوشيال ميديا. يعني انا مثلا اسال الناس بتصلي بتقرا الانجيل يقول لي انا بقى حاجات روحيه على الفيسبوك. ايه ده ايه ده احنا دلوقتي لما بنيجي دلوقتي عياني بتجيلنا على الواتساب كده مثلا فتلاقي في ناس بتاخد دي بدل القانون الروحي بدل ايه الانجيل بدل كتاب الروح بدل الاجبيه. احنا دلوقتي لو حد عيان وراح كشف الدكتور كتاب له علاج يروح الصيدلي يقعد يتخانق مش عايز بديل صح صحيح. يقعد الدكتور يشرح له ده مش بديل ده مثيل ده نفس الماده بس دي شركه ودي شركه العلبه دي خضراء العلبه دي صفراء بس نفس الماده الفعاله. ابدا انا مش عايز بديل. طب ليه احنا بندي ده اذا كان ده اللي هي الادويه الجسديه فكان بالاولى الادويه الروحيه بتاعتنا. ليه انا النهارده استبدل الاجبيه باي حاجه مفيش زيها الاجبيه دي ملهاش بديل على فكره. الكتاب المقدس ملوش بديل. لما نيجي نروح نقول له طب انت بتقرا كلمه ربنا يقول لك بقى الحاجات اللي بتجي لي على الواتساب ولا على الفيسبوك كومنتات اصحابي ولا البوستات بتاعتهم. طب فين العمق بقى فين كل حاجه ما ضاعت كل حاجه كده. ده حتى الاعتراف بينزل دلوقتي يقول لك يحط مشكلته ولا حتى خطاياه على جروبات الفضفضه وغيره يعني منتهى العبث منتهى العبث. انا لما اجي اعمل ازاي ده ولا اجي اعمل فتاء بنقي اشطر دكتور صحيح ومرض جسدي ومقدس اقداسي الروحيه ارميها على الفيسبوك كده للعامه لاي حد معدي يقول رايه ما لا اعرف خلفيته ايه ولا عمقه ايه ولا مؤهلاته ان يدي رايه ايه ولا خبراته في الحياه ايه. دوري كده وجربي كده تشوفي الناس اللي بتعمل كده وتشوفي الردود كوارث. ده ممكن رد ينهي حياة إنسان ويضيعه ويوديها لكا أبدين. هو الاعتراف ده ليه بديل؟ ملوش بديل. فإحنا مشكلتنا إحنا بقى في الطريقة مش في الطريقة. والتوبة متهيألي يعني الطريقة في الآخر يعني النوتية في الآخر اتقال عنهم إنهم ذبحوا ذبيحة بالظبط ونذروا نذور. فده يأكد إن هم يمكن صحيح طريقتهم كانت صح طريقهم كان غلط لكن في الآخر الطريقة هي اللي وصلتهم للطريق الصح. تمام. طب خلينا نروح لأهل نينوى. أهل نينوى الحقيقة كانوا برضو ماشيين عكس الاتجاه فخلينا نوضحها أكتر. أهل نينوى كانوا ماشيين عكس الاتجاه. يقول الكتاب صعد شرهم أمامي. صعد شرهم أمامي دي ممكن نفهمها بمعنيين. صعد شرهم أمامي يعني ممكن في خطية كده طلعت زي صاروخ السماء كده دي يعني ضايقت ربنا جدا. في معنى تاني إن صعد شرهم أمامي يعني قعد يتراكم كده كومة قعدت تتراكم كومة الشرور لغاية ما وصلت للسماء ويمكن ده المعنى الأقرب. صعد شرهم امامي يعني صبرت عليهم كتير. صعد شرهم امامي يعني مش قادر احتمل هذه النجاسات وهذه الخطايا. احنا في حياتنا خطايا كتير واسوأ من الخطايا اعتياد الخطايا. يعني من اوحش الجمل اللي ممكن حد يقولها نشكر ربنا يا ابونا انا بعمل الخطايا العاديه. الحمد لله انك مش بتعمل الخطايا اللي بالبندق. يشربون الاسم كالماء. يعني ايه خطايا عاديه؟ هو الخطيه بيتعدي والحلفان كده الحاجات بيتقال كده يا ابونا. الخطيه مش العادي. صحيح. مش العادي بتاعنا. صحيح. الخطيه بالنسبه لنا ولاد ربنا استثناء. ونقوم بسرعه ننفض نفسنا ونكمل. صحيح. والخطيه مش طبع. ما بقولش طبعا بعمل كذا، ما بقولش بعمل الخطايا العاديه. ما نعتادش الخطيه. تمام. تمام. أهل نينوى برضو أنا عايزة أتوقف عندهم. السلوكيات نفسها إزاي بتوصلنا إن إحنا نبعد عن ربنا خالص كإحنا بقى؟ إزاي بتخلينا نمشي عكس الاتجاه في سلوكياتنا؟ زي إيه مثلا؟ مشكلة إن إحنا في قصة الخطايا كل واحد بيعمل خطايا بيجيب لها مبررات وده أصعب ما في الأمر.
بس قصة الخطايا والتبريرات يمكن احنا يعني اتكلمنا فيها كتير. في سلوكيات احنا بنعملها ممكن تكون عكس اتجاه فكر ربنا. ممكن دي تكونش خطايا بس هي عكس الاتجاه برضه. يعني مثلا لما نيجي في التذكارات في الأربعين وفي الثانوية بنحط ميزانية هائلة عدة ألوف يعني عشان نعمل تذكارات ونوزعها على الناس. وفي القصة دي بنبقى باصين على قرايبنا. اصل ابن عمي عمل لابوه بخمسين جنيه فانا اعمل بستين. قصة بتبقى كده يعني. وكأني بكرم ابويا بالحاجة اللي انا بعملها دي. وساعات اللي بيعمل حاجات الغالية دي قوي بيكونش بيزور ابوه وهو عايش. بيعمل كده عشان يسكت ضميره يعني. عملنا مبادرة عندنا في الكنيسة والمبادرة دي بنعمة ربنا ناجحة جدا. يعني احنا ابتدينا نقول للناس لما تيجي عندك تذكرة 40 او ثانوية ما تعملش تذكرات. احنا هنطبع كارت. كارت دوت ويطبعه فاخر وحلو قوي يعني. في البيانات والاسم والمكان والزمان وكل حاجه، وفي ظهر الكارت صوره حد من القديسين او صلوه من الصلوات. يعني ممكن احط صلوه قبل التناول، اللي خد الكارت ده يحطه في جيبه او تحطها في شنطتها، تطلع الصلوه تصليها يبقى كمان استفدنا بيه. او صلاه قبل الاعتراف او صلاه بعد الاعتراف، الصلوات اللي هي في الاجبيه الجميله اللي ممكن ما نكونش حافظينها. تيجي لابونا انا عندي تذكار، معاك ميزانيه كام؟ معايا ميزانيه كذا، واجيب بيها حاجه للكنيسه، حاجه مش هتجيبها فلوس، هجيبها حاجه او حاجه للفقراء. يقول لي في قصص جميله بقى. يعني لسه امبارح يعني كان حد جايب لي غطا يعني بالاتفاق. يعني هو جه قال لي انا عايز هتعمل ايه، عايز عندي ثانويه، طب هتعمل ايه، الميزانيه كام، طب اعمل في الحته الفلانيه وهات اعمل لي كذا. بتصل انا بيه انا عايز اعمل كذا، غطا للمسبح يغطي المسبح جميل جدا وفخم قوي وجميل رائع ومكتوب عليه تذكار فلان اسكو يا رب عبدك المرحوم فلان. ايه الاروع من كده يعني؟ ده انت حطيت حاجه على المسبح. المفرش ده يعني ربنا يدي العمر، ولادنا هيبقوا يدوبوه، ده حاجه تقعد لاجيال. حد يجيب شويه، حد يجيب طقم لفايف، حد يجيب اواني مقدسه للصلاه. حاجات المسبح ما بتنتهيش وعلى فكره غاليه جدا، بس ارتب معبونه عشان ما اجيبش حاجه مكرره او ما كنتش محتاجها. حاجة تتحطت على المسبح تذكار ابدي للمنتقل والاهله. ناس ثانيه تيجي مثلا يعمل حاجه للفقراء، حصل كتير يعني. دوا يجي مثلا تذكار قريب من عيد، فمرة جانا واحد قال انا هجيب كمية لحمة، كانت كمية مهولة جدا، عشان وشال عن الكنيسة عبء كبير. ده ادى للفقراء، دي صدقة تذكر للمنتقل وتذكر لأهله. بس هي عكس الاتجاه، ليه؟ محدش شافها، محدش بيشوفها. فاكر مرة كان حد من الأعيان يعني، وكان والده انتقل وكده، فبيكلم معاه، قلت له احنا زي ما اتفقنا احنا مش هنرضي ربنا مش هنرضي الناس، احنا هنرضي ربنا مش هنرضي الناس، مش هنمشي مع اتجاه الناس، احنا مش عكسهم، احنا مش اتجاه ربنا. فقال لي انا حط رقم يعني معين، فقال خلاص انت هتجيب الرقم ده، وكان الرقم ده وقتها يجيب عجل، فجيب العجل ده وتذبحه وتوديه كنيسه من الكنائس. هو كان حابب ان هو يدي كنيسه من الكنائس القوى اللي ممكن تكونش تقدر يعني. واتفقنا، وبعد ما اتفقنا جالي تاني يوم قال لي مراتي قعدت تزن عليا وشكلنا قدام الناس وبرستيجنا وكده. قال طب بص انا حطيت الرقم ده هحط زيه للتذكارات. قلت له احنا مش هنغير كلامنا، احنا خلينا ماشيين على المبدا، مش هنسيبه. قال طب ما طلعت من ذمتي. قلت له خلاص يبقى عجلين، كل عجل البلد الكنيسه. وعمل كده فعلا. أيوه. دي حاجه احنا بنعملها. أيوه. عكس الاتجاه. في السبوع. أيوه. في السبوع. في السبوع. انا جبت كيس حطيت فيه فول وفشار وبندق وعين جمل ولوز وفستق وكل حاجه، بس ليه احط تحفه تمنها كذا وفي الاخر تجمع عليها الافات؟ ليه يعني؟ عشان اجيب عروسه شعرها يكون اطول من شعر العروسه اللي جابتها بتخالتي في السبوع بتاعها؟ لا، وفي الاخر بتتحط في بيوتنا بتبقى مليانه وبتترمي اصلا. كله بيترمي. طب انا اجي، طب انا لو عندي فلوس زياده زي كده، انا ابونا انا جبت عملت الاسبوع ده اللي هو فيه الاكل ده والحاجات اللي وزعتها على الناس وكلتها وانبسطت وبتمن التحفه دي، اروح الكنيسه برضه يدي حاجه للفقراء، يدي احط حاجه على المسبح. دي من الحاجات اللي هي برضه عكس الاتجاه بتاع الناس، بس في اتجاه ربنا، ومش هينفع نرضي الاثنين مع بعض. صحيح. طب ما في ناس بتقول انا بجيب اجبيه، بجيب انجيل، بجيب حاجه، هي كلمه ربنا برضو بوزعها. بالظبط، بس بقى لنا يعني حوالي 30 40 سنه بنعمل كده، فبيوتنا اتملت اجابي. اتملت اجابي فعلا. صحيح. ايه اللي بيحصل في حياتنا لما تكون سلوكياتنا بعيده عن فكر الله؟ لو انا مروح، وانا مروح دلوقتي ودخلت في طريق غلط، المفروض ان انا من الذكاء ان انا الف واجع بسرعه. لان كل ما انا عارف ان الطريق غلط واكمل، يبقى معنى كده ان تكلفه الرجوع اكتر، هتبقى باهظه وهتاخد وقت اطول. فانا طول فتره الخطيه بدفع ثمنه.
هدفع ثمن. وده كان واضح جدا في قصة شمشون، قعد 20 سنة مستسلم للخطيئة. آه. بس في الآخر رجع خسر كل حاجة. صحيح. فطول الوقت اللي بقضيه في الخطية أو طول الوقت اللي بقضيه عكس الاتجاه هدفع فاتورته، لازم أبقى عارف كده. ربنا بالرغم من كرهه للخطية إلا أنه بيحب الخاطي وبيدور على كل واحد خاطي بطريقة اللي تناسبه هو شخصيا. من خلال سفر يونان وتعاملات الله مع يونان ومع البحارة ومع أهل نينوى، إزاي ربنا بيدور على كل واحد بالطريقة اللي تكون مناسبة ليه هو؟ ربنا بيدينا في قصة يونان دي، في النقطة اللي حضرتك بتكلمي فيها ده رائع جدا، هو أن أنا يعني حسب طاقتي يعني أكسب الكل. يعني في قصة يونان والكلام للبابا شنودة يقول أن الله ربح الجميع. يعني ربح يونان، ربح النوتية، ربح أهل النوى، ما خسرش حد خالص. صح. ربنا ده جميل حقيقي، مش زينا، ما بيعلمش على حد. صح. ما بيشطبش حد. من التأملات الجميلة والمعزية جدا في ختام إنجيل مرقس يقول لك هذه الآيات تتبع المؤمنين. شفاء المرضى، ماشي خارج الشياطين، ماشي، دي حاجات احنا عارفينها. انما في واحده في النص كده غريبه قوي، قال لك يحملون حيات. من فتره قريبه كده كنت في بيت للمؤتمرات، بيت كنسي يعني، فعاملين جوه زي جنينه حيوانات صغيره كده، فبيفرجوني، فلقيت الراجل بيطلع لي، قال لي انا في عندنا تعبان هنا، تعبان عادي، فالبيت طلع لي التعبان اشيله واتصور بيه وامسكه كده، لقيته مطلع لي تعبان انا كنت قد كده وطويل قوي قوي، حاجه مرعبه جدا، مرعب جدا، ده وحش يعني. يعني تخنه كده. وبعدين ما شلته كده افتكرت الايه بتاعت يحملون حيات، فهو الاتاي بقى ان يحملون حيات دي ربنا خلاها علامه من علامات الايمان وعلامات التلمذه الحقيقيه، علامات ان انا مسيحي حقيقي، ان اكون بحمل حياه. بس اكيد ربنا ما كانش قصده ان احنا نشيل تعبين في جيوبنا، ولا ان احنا نشيل تعبان انا كنت، هو كان يقصد الحياه في الطباع، ان في ناس في حياتنا زي الحياه وزي العقارب. ده حقيقي، في شخصيات كتير متعبه، من علامات مسيحيتي ان انا اعرف احملهم واحتملهم. انا عايزه اتوقف عند النقطه دي يا ابونا، فكره ان في ناس في حياتنا كالحيات كالعقارب، وممكن يكون ناس كويسين بس هم بعاد عن ربنا، متعبين، او مثلا انا كخادم او كخادمه في ناس بعيده عن ربنا، ازاي اقدر اكسبهم زي ما عمل ربنا؟ طبعا في سفر يونان كسب الكل وكل واحد بطريقته، ازاي احنا كخدام او حتى كبشر عاديين نقدر نتعامل مع الناس اللي زي ما قلت حيات او عقارب او بالقوه الروحيه. بالقوه الروحيه لوحدي مش هقدر، مهما سمعت النصايح، مهما خدت كورسات في التعاملات، القصة عايزة نعمة ربنا. احنا قلنا في أول كلامنا تنتهي الضيقة حينما تنضج الصلاة، لما صلي صلوات ناضجة. احنا قلنا الضيقة كده اتحشرت في القلب، وما ربنا يوسع القلب. فما أجي قدام ربنا وأقول له أقع كده وأقول له إيه، بص مش قادر، فلان دوا فيه، أصل في ناس لو صاحب أقطع علاقتي بيه، لو جار أختصره، إنما لما يكون شريك حياتي، لما يكون حد من إخواتي ولا من والدي أعمل فيه إيه؟ لما تكون حماتي اعمل فيها ايه؟ دي بقى عايزه ايه؟ صراخ وصراع مع ربنا. اقول بص، ما هو الشخص ده مش هينفع يمشي من حياتي، طب وسع القلب. القوه الروحيه هي اللي تدينا ان احنا نعرف نستحمل الوقت اللي بتشتكي فيه من جوزك، لو صليتي له فيه هيبقى ملاك. حلوه دي يا ابويا، حلو قوي. يعني الوقت اللي بتشتكي من جوزك او من اي حد، عشان انا في جوزك انا عشان غلبان شويه. يعني بدل ما نشتكي نصلي. هتفرق جدا. والتجربه تقول يعني نجرب. اوكي. طب هتفرق يعني، طب ناس ثانيه ممكن حد، يمكن انا سامع حد قاعد يقول لك انا صليت كتير قوي من اجل الشخص الفلاني ده وبرده ما فيش فايده. احنا قلنا حينما تنتهي الضيقه حينما تنضج الصلاه. أوكي. يعني اقول لك حاجه. لما في قصة الطفل المسروع، الصبي اللي كان مسروع، راح لرب المجد وقال له ابني الشيطان بيلقيه في الماء وبيلقيه في النار. قال له إن كنت تستطيع شيئا أعنا. فربنا رد عليه قال له إيه؟ قال له إن كنت تستطيع أن تؤمن فكل شيء مستطاع للمؤمن. يعني هو الراجل بيقول له ربنا، بيقول له لو تقدر ساعدنا. ربنا قال له لا، لو تقدر أنت تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن. فحد من المتأملين قال إيه؟ قال ساعات ان احنا تكون مشاكلنا لسه ما اتحلتش عشان احنا تقصيرنا احنا في الصلاه. يعني احنا لسه ما صليناش الصلوات اللي بايمان. ربنا قال له كده ان كنت تستطيع ان تؤمن، انت مش انا اقدر،
انا اقدر اعمل معجزه، بس انت تقدر تؤمن، ان كنت تستطيع ان تؤمن فكل شيء مستطاع للمؤمن. تاني تنتهي الضيقه حينما تنضج الصلاه. صح. انا لسه صلاتي بقت، كان ابونا داود لما قال تامل جميل جدا، قال الميه البايده ما تعملش شاي. صحيح. انا عماله حطيت الشاي وحطيت السكر، حطيت الكوبايه، افخم كوبايه وافخم سكر وافخم شاي، بس حطيت ميه بايده ولا ليه ساعات يكون انا المشكله عندي. او بمعنى تاني، تعالوا نتعلم من يونان دوا، ومن قصه يونان هو النضج في الصلاه. صلاه يونان اللي صلاها في بطن الحوت اعظم صلاه صلاها في حياته، قال عنها البابا شنوده ان هي من اعظم الصلوات التي قراتها في حياتي. ليت اليونان كان صلاها في بدايه القصه او صلى مثلها. عشان كده الضيقات مدرسه الصلاه. تعالوا نجرب ان احنا نصلي بقوه باستمرار بصراخ صلوات حاره عشان الميه البارده ما تعملش شيء. في نهايه حلقتنا روشتة روحيه كده للانسان اللي لسه ماشي عكس الاتجاه، تقول له ايه؟ يشوع بن صاخ بيقول لا تنظم نفسك في عداد الخاطئين. يعني اول ما تلاقي نفسك دخلت في سكه الغلط، لف وارجع بسرعه، لان زي ما قلنا من شويه تكلفه الرجوع هتكون اكبر. ما تقفش في طابور الخطاه، انما بالعكس وقف في طابور التائبين ترتاح. كل ما ترجع اسرع، مش بيقولوا في التأني السلامة إلا في التوبة في العجلة السلامة، إلا في التوبة في العجلة السلامة. أنا مش لاقية كلام أجمل من كلام قصك ننهي بيه حلقتنا، وللأسف وقتنا انتهى، لكن أنا بجد استمتعت جدا بالحلقة وبكلام قصك وبالإرشادات. الحقيقة لو كل واحد فينا عمل الكلام ده بالتأكيد حياته الروحية تختلف خالص. كل الشكر للقس دانيال ماهر، كان كنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بني سويف. شكرا جزيلا لقصك. كل سنة وقصك طيب. الشكر موصول لحضراتكم، نشوفكم في حلقة جديدة من برنامجكم ربنا موجود، وتصبحوا على ألف خير.